منرحب بكل قراء ويب سايت الفن، ومنقدم لكم حلقة خاصة مع فنانة ما فينا نغض النظر عن إبداعها، ما فينا نغض النظر عن عالميتها. هي فخر لنا لبنانية، هي إنسانة بذات الوقت مبدعة مبتكرة، عندها الموهبة وعندها الثقافة وعندها كل العلم المناسب لتقدم أفلام رائعة. بلشت حياتها بالإخراج، نالت العديد والعديد من الجوائز، من فيلم ناجح لفيلم أنجح، وصولا لكفر نحوم يلي اليوم نال جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي. نادين لبكي اسم أكبر من كل الألقاب، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، كيفك؟ أول شيء بنقول لك مبروك على جائزة لجنة التحكيم بكان بهالمهرجان الكبير. قديش أنت تأثرتي لحظتها؟ يعني بشوفك كرتي تدمع عيونك، تبكيتي، تحكيتي هالكلمة الحلوة. هو أكيد إنه واحد إلا ما يتأثر، إنه بنبقى عم نشتغل من كل قلبنا وحاطين كل أمالنا وكل حياتنا. يعني الفيلم أخذ 4 سنين شغل بين الكتابة والتحضير، ومع الكتابة كان عنا عملنا كتير أبحاث، وبعدين فترة التصوير أخذت 6 شهور، بعدين فترة المونتاج 1.5 سنة. يعني كان شي شغل كتير أخذ كل شي، يعني الفيلم حياتي الشخصية وحياتي المهنية والولاد وكله فوق بعضه كان، وكله بتحس انك عم تعطي عن جد قلبك وروحك، مش بس انا، كل فريق العمل كان. يعني كنت محظوظة انه كل الاشخاص اللي اشتغلوا على الفيلم عن جد عطوا من قلبهم، ومش عم بالغ لما اقول عطوا من قلبهم. فلما الفيلم بياخد جايزة او بيكون عنده اقبال كتير ايجابي مع الجمهور ومع لجنة التحكيم وهيك، اكيد هيدا الشيء بيريحك، بمعنى انه بيعطيك ثقة بانه اللي عم نعمله نحن ماشيين على الطريق الصح، مش انه ضيعت لهم وقتهم لكل هالناس اللي اشتغلوا معه وكل هالناس اللي عن جد عطيت من كل قلبها للفيلم. فهي جائزة بالنهاية، نوع من 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 ترضية لكل الشغل اللي واحد بيعمله. هي جائزة دعم معنوي، يعني بيعتبر ودعم معنوي، وخاصة بالنسبة لهيدا الفيلم بالذات. يعني مهرجان كان وسيلة انه يمكن هيدا الفيلم يتضوى عليه بطريقة اكبر، لانه الفيلم وموضوعه بحاجة انه يتضوى عليه. موضوع الظلم اللي عم بيتعرضوا له كتير من الاشخاص، مش بس بلبنان، بالعالم كله، هالفئة من الناس اللي صارت مهمشة لانها مش موجودة، عايشة على هامش مجتمعاتنا. موضوع العمالة الاجنبية بلبنان، موضوع عمالة الاطفال، موضوع يعني الاتجار بالبشر، موضوع الناس اللي ما عندها وراء، المواضيع الزواج القاصرات، كل هالمواضيع مواضيع لازم يتضوى عليها ولازم نحكى عنها بشكل كبير. فمهرجان كان سمح، والجائزة سمح انه يتضوى على الموضوع. ومن بعد ما رجعنا من كان، يعني صارت الاشياء تبلورت وتدهورت بطريقة، مش تدهورت، بالعكس تطورت بطريقة كتير سريعة. يعني دغري من بعد ما رجعنا من كان، مثلا زين اجي الموافقة على اللجوء وراح على النروج، وهلأ صار عنده حياة جديدة واسترجع طفولته. يعني بحس انه كأنه ما بعرف، هيدا أكبر جايزة. هلا خلينا نقول للقراء إنه زين يلي هو بطل الفيلم، بطل الفيلم. صرت أنا بحكي عنه زين، إنه خلص كلهم بيعرفوا. هلا يلي بيعرفوا بيعرف زين. كيف تم التعامل معه مع إنه هو منه ممثل محترف؟ يعني حتى كل ممثلين فيلم هن ناس من الحياة، منه ممثلين محترفين. كيف صار التعامل معهم؟ هل التعامل أصعب كديركسيون دكتور؟ هي اكيد منا شغله هينه، لانه واحد مع الاشخاص يلي غير ممثلين ما عندهم خبره الممثل، ما عندهم ريتم الممثل. الممثل يعني بيبقى قبل ما يؤدي الدور عم بيدرسه من فوق لتحت وبالعرض وبالطول، بيعرف كل قصه الشخصيه اللي عم بيأديها، بيعرف كل شيء. يعني النفس بيبقى مدروس، النفس، الريتم. الممثل الغير محترف ما عنده، بيجي بس هو وشخصيته هو. واللي يعني وانا عندي كان بهذا الفيلم مشكله مع كلمه تمثيل، ما طلبت منهم يمثلوا، طلبت منهم يكونوا كل واحد بكيانه، بشخصيته، بتجربته بالحياه، بالمأساة اللي عم بعيشها،
كل واحد اجى وحط حياته بالفيلم، يعني ثلاث ارباع الاوقات لما الشخصيه بتكون عم تحكي بتكون في مخلطه بين الشيء اللي مكتوب والشيء اللي من حياتهم الشخصيه، على طول كان في هيدا المزيج بين، وانا كنت بحاجه لهيدا المزيج وهيدي الحقيقه من قبلهم. ف اللي انا ما بلاقيها، يعني الناس بتتعجب انه كيف عملت هيدا الشيء، بس انا بالنسبه لإلي هيدي طريقه الشغل انا بتسمح لي يكون، يعني كيف بدي اقول لك، واحد بيكون مغروم بالشخصيات، مغروم بالشخص يلي قدامه، لما تكوني بتحب الشخص لدرجه انه حيلا شغله بيعملها انت شغوفه، انت بتحبيه من كل قلبك، فهيدا الحب بيخليك كل الوقت تضلك ناطره لحظات انت تعرفتي على زين قبل، يعني اكيد تأقلمتي معه، عشتي معه، يعني اكيد ما راح قلت بنيتي لانه عنده ام وبي، بس قديش هيك عشرتي؟ يعني كثير كثير عشرت زين قبل ما يبلش التصوير، يعني نحن قبل ما نبلش مرحله التصوير كان يجي زين لهون على المكتب كل يوم نقعد نحكي، لانه بعدين شوف كيف عم بيتفاعل مع الممثلين الباقيين حتى اقدر اختار زين، كان بحاجه كمان شوفه بطريقه بشكل يومي انه مين هو هالولد. اعجوبه زين، يعني انا هلا بالفيلم انا اللي عجبني انه شخصيه زين مع انه كان مضطهد من المجتمع، كان فقير، كان معطر، رغم هالشيء كان عنده ناحيه انسانيه، يعني ولد ابنه للعامله الاجنبيه وقتية انسجنت ضل هو يهتم فيه، يعني مش انه تركه وفلقل شو بدي كمان بهالبلوة، يعني عندي مصايبة كمان، عرفتي؟ فكان عنده كمان هو جانب انساني، مع انه يمكن اللي بيربى بالشارع بهالتعتير ما بيكون عنده هالجانب. كيف اشتغلت على هالجانب؟ هو كمان تلقائيا زين عنده اياه، عنده اياه بشخصيته، يعني لما بتشوفي كيف بالاول، كيف مثل بالفيلم، بالاول كان مثلا اخذ وقت يتعرف على يونس اللي هي اسمها تريجر، اللي هي بنت اصلا اسمها تريجر. بتشوفي كيف بالحياه بالاول، يعني كان عم بيتعرف عليها ما كان يعرفها مزبوط، وكيف باخر الفيلم باخر التصوير بعد 6 أشهر صار هو عم بيهتم فيها اكثر ما نحن، يعني مش عم يهتم فيها، خايف عليها اكثر ما نحن خايفين عليها، يعني صفى مثل كيف بالفيلم خايف عليها، كيف بالفيلم بتحسي عم بيهتم بيونس، وكيف صار فيها اللحمة بيناتهم، وكيف صار فيها بالحياة صار ذات الشيء. فالفيلم كان تقريبا عم الشيء اللي كتير ساعدني هو مدة التصوير يلي هالقد طويلة، يعني نحن أخذنا 6 أشهر وقت تصوير، من خلال هال6 أشهر هيدي حياة، يعني زين غير إنسان أول ما بلش تصوير من لما خلص تصوير، كبر زين بهالوقت، نضج، حتى صوته تغير شوي، يعني هو بفترة واخذ من خبرته وانا اخذت من خبرته، يعني كانت العملية انا عم بتعلم منه وهو عم بيتعلم مني، كان في شيء وهيدي فترة التصوير الطويلة سمحت لنا نعمل هذا الشيء، يعني انا كنت بخدمة زين مش العكس، عادة لما هذا اللي خلينا نتوصل انه هالقد زين والباقي الممثلين يكونوا هالقد مرتاحين ويعطوا هالقد صورة حقيقية من الشيء اللي عايشينه، نحن كنا بخدمة الممثلين مش العكس. حكيني عن هالحالة، هل رحت على اصلاحيات، على سجون، نزلتي عند اللاجئين تتشوفي كيف عايشين لتقدر تعكسي هالشي بالفيلم؟ يعني قضينا اخر 4 سنين ما عم نعمل شي تاني، يعني هيدا الشي كان كتير ضروري، لانه صحيح انا بدي احكي عن موضوع عم بيمسني اكيد، وما عم بيمسني بس لإلي لحالي، عم بيمس كتير من الناس، هيدا المنظر اللي منشوفه كل يوم على الطرقات، الناس اللي منشوفها كل يوم منتلاقى فيها بس عارفين نحن الوضع المأساوي اللي عايشينه، هيدا الشيء كل يوم منعيشه كل يوم منشوفه. حبيت افهم هيدا الصبي لما بيبرم ظهره وبيختفي وين بيروح، مين اهله، شو بيعمل، شو هي حياته، شو هي وجهة نظره تجاهنا نحن المجتمع يلي مهمشه، كيف بيفكر، فتقدر وصل هيدا الصوت، لانه كان بالنسبة لي هيدا اكبر حاجة، اكبر حاجة اني وصل، اقدر وصل صوته، اقدر وصل صوته لانه صوته ما عم بينسمع، لانه حقوقه مسلوبة ومش عارف.
فبالنسبة لإلي تقدر وصل صوته بدي أفهم مزبوط هو مين. أنا شخصياً ما عشت هيدي المأساة، فلحتى أفهم هيدي المأساة وقدر خبر عن هيدي المأساة أنا بدي حسها، بدي ألمسها. فكتير قضينا آخر 4 سنين من حياتنا رحنا وين ما كان، على الإصلاحيات، على السجون، رحنا على كل المؤسسات اللي بتعنا بشؤون الطفل وحقوق الإنسان. أي لحظة إنسانية أثرت فيكي خلال هالخبرة، خبرة الإصلاحيات والسجون وتشوف الناس، أي وضع إنساني أثر أكثر شيء بنادين لبكي لفجرت الموهبة الكبيرة بهالفين؟ في كل يوم كل يوم كنا نتلاقى بشخصية ولا بشخص ولا بوضع نشوف، يعني كل الوقت واحد كل الوقت، لأنه في مأساة حتى الفيلم ما فرجيها، يعني الفيلم المأساة الحقيقية أكبر بكتير من اللي بتشوفي بالفيلم، أبشع بكتير من اللي بتشوفي بالفيلم، يعني لدرجة أنه نحن مش واعيين لأي درجة هالولاد عم تتعذب، لأي درجة. يعني في ولاد قدام مئات ومئات من الناس أكيد، يعني ما بتقدر إلا ما تتأثر لما بتشوفي في عدد هائل من الولاد مثلاً تطلع فيها ما بقى في شيء بعيونها، خلص ما بقى في طفولة، ما بقى في شيء، ولاد ما بتضحك، ما بتبكي، ما بترقص، ما بتلعب، بتحطي لعبة قدامهم ما بيمسكوا، ما بيلعبوا فيها، فضيت، ولاد فضيت من أي إحساس. رغم أنك حملت هالرسالة الإنسانية الكبيرة اللي بتعكس عن مجتمعنا، تعرضت لانتقادات، أقولك شو سبب هالانتقادات من ناس مش عم تعرف شو عم بيصير بحياتنا الحالية؟ ليكي ما فينا نحن نحل كل مشاكل العالم، يعني في ناس ما بتتأثر بهيدا المواضيع يعني، وفي ناس يمكن ما بتهمها أو ما مش راضية تقشع، ما بدها تشوف، أو في ناس بتقلك أو بتحس إنه المشكل كبير لدرجة إنه ما فيها تعمل شيء على نطاق الشخصي، بتفضل تدير ظهرها، بتفضل تبرم وشها وتضلها ماشي، إنه هيدا موضوع ما بيعنيني أنا، ما فيني حله، فما بيعنيني، ما بيهمني. وبعدين في مشاكل شخصية ونفسية كتير كبيرة، ما فيك تحل كل مشاكل العالم، يعني أنا مش هخلي هذا الشيء يوقفني. كيف تجاوب على الانتقادات؟ في العالم فيها تنتقد أكيد، واحد مش أنا ما مش إنه صحيح. ما الأشياء اللي بعملها أكيد منا كامل لدرجة إنه واحد ما في ينتقدها، أكيد في كتير ثغرات بالأشياء اللي بعملها، وفي كتير يمكن أشياء ممكن يكون تفكيري خاطئ فيها، أو يمكن عم بتناولها بطريقة مش ناضجة كفاية، كله هذا بتقبله أنا، ما عندي مشكل، بس ما بتقبل النقد الشخصي لما بيصير فيه أذى، لما بيصير فيه إنه واحد بالنهاية نحنا كل واحد عم بيعمل اللي بيقدر عليه. أنا هيدا اللي بعرف أعمله، بعرف أعمل أفلام، بعرف أعمل سينما، اخترت إنه أحكي عن هيدا الموضوع لأنه هيدا موضوع بمسني، وجربت حول الغضب اللي عم بحس فيه تجاه هيدا الظلم لشيء إيجابي، لا جرب أعمل شيء. في منهم بيقولوا لك إنه أنت ما خصك جاي من غير عالم، شو خصك تحكي عن هيدا الموضوع، شيء هيدا شيء كتير بالعكس نحن بدنا نهنيك، يعني بيعجبني وبلاقيه سخيف، يعني انه بدنا نهنيك انه جاي من غير عالم وحكيت عن هالموضوع. طيب نادين، نلتي جايزة كان من لجنة الحكم، لجنة التحكيم اللي بتكون عادة محترفة، اما حكم الجمهور بيكون اوقات بيروح عاطفيا او بيروح بالذوق؟ لا اكيد انه لجنة التحكيم عندها نظرة للامور غير بتنظر للأفلام ولا بتنظر للتقنية اللي عم بنشغل فيها الفيلم، بتنظر لأشياء غير ما الجمهور بينظر لها أكيد. صحيح. ما في خوف، لا ما في خوف، بس في وعي لهذا الموضوع، في وعي أنه لجنة التحكيم تنظر لفيلم غير طريقة، فلما أنت تقدر توفقي بين نظرة لجنة التحكيم بمهرجان كبير وتقدر تنظر توفقي بين وجهة نظر أو قبال الإجابة تبع الناس، هيدا أحلى جائزة. يعني لما أنت تقدري توفق بين الاثنين والاثنين يكونوا موافقين على أنه الفيلم جيد، وعلى والناس يكون عندها قبال كتير كبير على الفيلم، تجي تحضر الفيلم ويكون عندها ردة فعل إيجابية، ولجنة التحكيم كمان هيدا أكبر جائزة. يعني هدول كلنا بنطمح أنه نوصل لها. خايفة من حكم الجمهور عليكي؟
أكيد يعني خايفة من حكم الجمهور، بمعنى خاصة الجمهور اللبناني، لأن الجمهور اللبناني قاسي، الجمهور اللبناني كمان ما مش دايما بيتقبل إنه يتطلع على الحقيقة، لأنه بالنهاية هذا الفيلم شوي مراية عن الأشياء اللي عم بتصير بلبنان. طيب الناس مش دايما بتتقبل إنه هيدا الوضع بلبنان، ونبطل نتخبى يعني وراء إصبعنا إنه لبنان الأخضر ولبنان الشعب والعنفوان والشعب لا يقهر والشعب لا، مش مزبوط. في كتير عنا مشاكل وفي كتير ثغرات. نادين لبكي، رغم انك ممثلة مبدعة، الايجو ما سيطر عليك واشركت بالفيلم بس بجملتين فقط، يعني ما فكرت انك تاخدي مساحة اكبر بالفيلم اللي انت منتجتيه، اللي انت عم تخرجيه، واللي انت كتبتيه، ليه؟ ليكي بالأول الشخصية اللي أنا عم بلعبها بالفيلم كانت متطورة أكتر، وفي مشاهد كتير، وفي شخصية عندها حياتها بالفيلم، وبتعرفي مين هي، وبتروحي على بيتها، وبتروحي على حياتها اليومية، وبتفهمي هي ليش عم بتدافع عن زينور. بس بعدين لما بلشت فترة مرحلة المونتاج وهيك، لاحظت أنه أنا أنا الشخص الوحيد يلي مش عم بيعيش مظبوط المعاناة اللي عم بيحكي عنها. حسيت إنه أنا الكذبة الوحيدة بالفيلم، يعني لأني أنا مني، أول شيء مني محامية، تقريباً كل شخص عم بيلعب دوره. أنا مني محامية، مع إنه أنا عم جرب حامي عن هالولاد بشي طريقة، بس أنا مني محامية بالحياة، وأنا ما عم بعاني مشاكل الشخصية اللي كتبناها. فحسيت في نوع من كذبة، مني أنا الشخص الوحيد يلي غير عن هوليك، فقررت أنه أحذف كل شيء وضل هالمشهد. بس هذا شيء بطولة اللي عملتيه؟ أنا بالنسبة لي مش بطولة، لأنه بالنهاية المهم هو نتيجة الفيلم، هو الفيلم. قديش بترتاح يكون جوزك هو المنتج وبنفس الوقت يكون كتير مثقف وبيفهم بالسينما؟ يعني ما عندك سقف، عندك مسافة أكبر للحرية، بيفهم لك شغلك أكتر، تاخد وقت 4 سنين أبحاث وست أشهر تصوير؟ أحلى شيء صار معي على هذه المغامرة هو أنه خالد هو كان منتج الفيلم، يعني هذا الشيء أول شيء سمح لي الحرية التامة، إنه أول شيء هو بيفهم، فهمين ليش الفيلم بيتطلب هالقد وقت تصوير. كتير قليل المنتجين اللي ممكن يقبلوا إن أنت تصوري 6 أشهر، إن يكون فيها هالقد أشياء غير مثل ما بيقولوا معمولة بطريقة مش بالطريقة الكلاسيكية إنك تصوري فيلم. يعني نحن بالفيلم صورنا 500 ساعة، عنا 500 ساعة تصوير، عنا أوقات كنا مش عارفين تاني نهار شو عم نصور. صار معنا أشياء بالحياة، مثلا رحيل بالفيلم من بعد ما صورنا، لما كيف انحبست بالحياة مظبوط، قعدنا 3 جميع بلا رحيل مثلا، نحن وعم نصور قعدنا 3 جميع بلا أهل يونس، لأنه كمان انسجنوا مع رحيل، صفتية بالحياة بلا أهل وبالفيلم بلا أهل، عشت المعاناة يعني بالحقيقة كتير. وصار في إشياء لو ما عنا كل هالحرية، حرية التحرك والوقت، ما كنا قدرنا صورنا، ما كنت قدرت تشوف زين عم بيكبر، ما كنت قدرت تشوف أهل زين عم بيتغيروا، عم بيتغيروا بالمعاناة اللي عم بيعيشوها، عم بيفهموا قصة الفيلم أكتر، وقصة المعاناة اللي عم بيجسدوها. فكله هيدا الشيء لو ما كان عندي خالد حد سندني، لك خالد بيضت لحيته بوقت التصوير قد ما كان في ستريس، مرق وقت كمان، وطريقة اللي عمل فيها الفيلم كان شيء عائلة. يعني المكتب هون، أنا هون ساكنة بالثالث، فتحنا المكتب هون تنقدر نعمل هيدا الشيء. أنت مثل كل البنات كنت عايشة حياتك، بتظهري بتسهري، عايشة بمجتمع في فرح، انسلخت عن هالمجتمع لتروح تعيشي مع الناس بكآبتهم، بمصيبهم، بمشاكلهم، لتنقل هالرسالة الإنسانية بفيلمك. خبريني شوي عن هالشرخ يلي صار بين حياتك وأصدقائك السابقين، وصولا لهلأ حياتك اللي كلها حياتك العملية اللي فيها جهد وفيها كتير شغل. هو شيء أكيد إنه واحد من بعد هيك مغامرة أنا شخصيا تغيرت، صرت غير إنسانة. الشغلة الوحيدة أكيد إنه بعدت كتير عن كتير أصحاب، بعدت عن
عن حياتي الاجتماعية، بعدت عن حياتي العائلية حتى مش مع أولادي، لأنه قدرت أوفق بين أولادي وبين شغلي. بعدين بصير واحد عنده عقدة ذنب كل الوقت، يعني لما تعيشي لفترة هالقد طويلة وتخوصي بمشاكل الناس وتخوصي بمأساة العالم، لأنه المأساة لا توصف، يعني الفيلم ماشي حد الحقيقة، حد المأساة الحقيقية اللي هالناس عم بتعيشها، ببطل عندك، بصير خلص تتغيري كإنسان، بصير عندك غير وجهة نظر على كل الأشياء. بعدين بتصير ما فيك تنبسطي بالأشياء بذات الطريقة، يعني في عقدة ذنب على طول كل مش بكل شيء، انه على عقدة ذنب انه انا ما فيني انبسط لما اعرف مثلا انه سيدرا واقفه على الطريق، ما فيني استفيد من النهار مع اولادي بالطبيعه، لما اعرف انه يعني خلص بصفي عندك عقدة ذنب على طول لحقتك، تحس حالك مقصره، دائما مقصره انه مش قادره تعمل اكثر. وهيدا الشيء طبيعي بفتكر لما تكوني هالقد فتة بحياة هالناس بتتغيري. ليه اسمه كفر نحوم؟ كفر نحوم هو مصطلح يستعمل يعني الجحيم والخراب، يعني خاصة بالأدب الفرنسي كفر نحوم يعني الانفير. هو أصلا بلدة فلسطينية صار عبر التاريخ، لأنه كان فيها خراب وهيك، عبر التاريخ صارت تستعمل هيدا المصطلح يعني الخراب. زين مستقبل ممثل؟ أكيد زين مستقبل ممثل. هلأ المهم أنه يفوت على المدرسة ويصير يعرف يقرأ ويكتب ويتعلم، وأكيد هو يعني أنا شايفت له ما بعرف. وطفلك المدلل الثاني هو الفيلم كفر نحوم؟ يعني ايه ما فيك. وزين زين صار شقفه مني، شقفه من العيله. نادين قد ايه بدنا نشكرك انه حملتي لنا همومنا بوقت غير افلام عم بفكروا يمكن بامور تجاريه، بوقت انه السينما ما بقى بتفوت، يعني ما عندها رنتابيليتي بقدر ما الواحد بيتكلف عليها. يعني انت سفيره همومنا عن جد، حتى لو ما في حل يمكن عم بتضوي على هالمشكله، يعني اذا شتت الدنيا على القليله المساحه بتشيل المي منشوف احسن. عم يعني انا بامن ب ب ب بقوة السينما بتغيير الاشياء، يعني بامن انه فيلم ممكن على القليله يفتح النقاش، وهيدا المهم. يعني عم بستفيد من الشيء اللي بعرف بعمله اللي هو افلام، لحتى يمكن سلط الضوء على شيء معين او جرب افتح النقاش عن موضوع معين. وهيدي مهمه السينما، مهمه السينما انا بالنسبه لي انها تقدر تغير شيء بحياه كل واحد منا. كلمه اخيره لقراء ويب سايت الفن اللي بحبوك. بدي اقول لهم انه يروحوا يحضروا الفيلم، واكيد ان شاء الله يحبوه. اكيد في اشياء رح يمكن شوي تزعجهم او تصدمهم، بس كثير مهم انه كل انسان يحضروا وبعدين نحكي بالموضوع ونفتح النقاش على هذا الموضوع. وبس نادين لبكي، أنا بتشكرك كتير على هالمقابلة الحلوة، على أمل اللقاء فيك دايما بمقابلات أخرى، وأنا أكيد رح أقعد القراء بمقابلات مشوقة مع ناس هالقد مثقفين، وبدي أقعدكم أكيد بحلقات خاصة عبر موقع الفن، ويب سايت الفن يلي كلكم بتحبوه وبتنتظروه. شكرا لكل فريق العمل، شكرا لإشراف توني نعمي على هالمقابلة الخاصة. كان معكم قدام الكاميرا هلا المر.